ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بالف خير. النهارده جايبين تحدي حلو جدا، تحدي حجر ورقه مقص. انا ايه وانا سمر. ايه هي صاحبتي طبعا. انا لو انا كسبتها او هي كسبتني هتحكم عليا حكم، يعني زي الحكم. هوريكم زي ايه. اكل التوابل ليمون وشطه وشطه مطحونه وملح وقرنفل، اللي هو القرنفل اللي مش عارفه اللي هو بالشكل ده، والليمون الشطة وطبعا الفلفل والملح والشطة. الطبق قدامكم اهو. تمام، يلا بسم الله. حجر ورقة مقص، حجر ورقة مقص، حجر ورقة مقص، حجر ورقة مقص. هي عملت مقص، انا عملت ورقة وهي قصتني. مش هينفع بتحكم عليا. ايه؟ ليمون. ليمون اكيد. انت ما بتحبيش الليمون. مش بحبه، مش بحب اي حاجه موجوده من هنا اصلا. بسم الله. طبعا هو مغسول. بسم الله الرحمن الرحيم. كلي ده تحدي. كليها كلها. تمام، حادقة جدا. يلا نبدأ الجولة الثانية. ونروح لكم ونرجع لكم الجولة الثانية. يلا. الليمون طبعا اكلته انت زي ما شفتوا اهو. ما بحبش الليمون. يلا. حجر ورقة مقص. مفيش كلام. ملح. ملح. كلي ملح. عشان تبي زي الفرخة. معلقة كاملة. يا كل لا كليها كلها. ملح طعمه زباله. تمام، يلا. حجر ورقه مقص، حجر ورقه مقص، حجر ورقه مقص، حجر ورقه مقص. خسرتك. اتحداكي تاكلي. اتحداكي تاكل ايه؟ عندنا هنا ليمون وعليها معلقه شطه. اي مثال؟ لا ده انا اكل شطه حمراء احسن. طيب لا خلاص اتفضلي. تمام، كفايه. لا سامعني اهو من الشطه. يا طب خلينا ناكل قرنفل في الحد. لا بمزاجي انا، نوريها لهم. ما بحبش الليمون اصلا. يلا بسم الله. لا لازم تقطمي قطمه زي ما انا اكلت. ما بعرفش اقطم الا مربي. حطوا لنا بقى لايك عشان التعب اللي احنا تعبناه عشانكم ده. لازم تحطوا لنا لايك وتشتركوا في القناه سبسكرايب كومنتات. يلا. انا خايفه. بسم الله. طب دي ايه؟ تمام، ودلوقتي كلت الشطه وراحت طفتها وقعدت تشرب ميه. حرق طبعا، هي بلعتها طبعا. انا بهزر. يلا تالت جولة. حجر ورقة مقص. لا مش مصدقتي. هي كسبت مرتين وانا كسبت مرتين. اي مسا يا ستي. هتحداكي، ممكن اقول لها برضك تكمل دي. هتحداكي تاكلي قرنفلتين قرنفلية اللي هي بالشكل ده. طبعا انتوا عارفينها طبعا دي القرنفل. تمام، هختار لك اتنين مليانين اهم. واحدة كفاية. هما اتنين. واحدة كفاية. اتنين. حراق. يلا اهي واحدة. لا تفضلي كل. دلوقتي راحت تشرب مية. هي كل دقيقة تعمل حاجة تروح تشرب مية. طب دقيقة يا جماعة،
هي كل شويه كل ما تاكل حاجه تروح تشرب ميه، فانا جبت كوبايه ميه اهي. تمام، خلوه هنا. يلا رابع جوله. حجره ورقه مقص. بصوا كسرتها هي يا ستي. قالي بس هديكي تاكلي ليمون ده في شطه اهي كلت الليمونه. حلو خلصتي؟ طيب تمام يلا خامس جولة. حجرة ورقة مقص. كلبشتني شطة اكيد. ارن شطة ده اكيد طبعا. قطمة واحدة. لا ما انت تاكلي كله. لا قطمة. تمام بسم الله. رب بس كولي. طعم ولع وحجد حرق جدا. يلا حرقهم. تمام مسفتي وجعتني جدا بجد يعني. يلا حجرة ورقة مقص تاني يعني. ماشي اتحديني يا سمر عشان انا حبيبتك يعني. شتي لسه اطلع شط شط تاني يعني. تمام 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 في دورك بقى. هديكي تاكلي ام شطه من ده عليه شطه من ده. تمام بسم الله. طبعا دي شطه حمرا مش بارده. حراقه. انا مش بحب الحاجات الحراقه صدقوني والله. شفيت وجعتني ولساني. يلا بينا للجولة الثانية. الجولة الستة. حجرة ورقة مقص تاني. ماشي ملح. ملح تمام عشان بس انتي حبيبتي. انتي حبيبتي. يبقى انا كده كسبت كم مرة؟ انتي مش عارفة حوالي كده خمسة او اربعة. اربعة اهي. دلوقتي ننتقل للجولة السابعة. مش قادرة طبعا. هي ما بتحبش الملح. تمام الملح حادق جدا. انا مش بحب الملح. مش بحب اصلا اي حاجة من المقرفة اللي بتاعتها هنا دي. يلا نبدأ الجولة السابعة. السابعة يلا. حجرة ورقة مقص. تحديكي بقى يا أمورة. لا هو حاجة واحدة بس. انا اكلت حاجة واحدة بس. ماليش دعوة. طب عليها ليمون بعديها ليمون. ماشي بعديها ليمون. طيب بس 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 يا ايه ده شطة حراق. تمام بصوا دلوقتي انا شفتي. بصوا ان انا بتوجعني جدا. ايه الشطة شايفينها الاتنين مع بعضيها. ممكن حراقة جدا. اقولكيش بصي شفايفي. انا بعد ما اخلص الفيديو هروح اجيب زبدة كاكاو. اتفضلي اتفضلي عادي. عادي ها عادي. على فكرة هي اول ما انت بتاكليها بتكون مش حراقة لكن اول ما تبلعي مش قادرة. لا مش قادرة. شفت. يلا دي هتكوني الجولة الثامنة. يلا هي لحد الجولة تمام دلوقتي. تمام دلوقتي الجولة الثامنة. حجرة
حجره ورقه مقص. قصتني انا نزلت زلين تمام. بصي كل قنفل قنفليه يعني تمام. على فكرة مش بيخلي فيروس كورونا يجي لأي حد. بس حراق. انت المية؟ انا الشطة وجعلي. دلوقتي ننتقل للجولة التاسعة. التسعة. ايه كده تبقى جولة ونكون خلاص الفيديو. يلا. حجرة ورقة مقص. كسرتك. هتحديكي بقى. انا عايزاكي لازم انت تكملي ده لازما. اوكي عليها معلقه ملح. لا ملح. لا انا هامرك تاكلي ملح. لا ما كنتيش ملح خالص يا روحي. انا اللي لا لا انا بحط لك حبه صغيرين. انت هتحطي كتير تمام. لا بالمزاج بقى. يلا استني عليهم حبه شطه. هديه مني ليكي كده. دي احلى هديه. مشكوره كلها طبعا. حادق جدا. يلا اخر جولة ونشوفكم بخير بقى. يلا حضر ورقة مقص. كسبتك. ثانية فانا هتحديها بقى تحدي حلو جدا. بس بجد لو التحدي ده حلو حطوا لايك واشتركوا في القناة واكتبوا لي كومنتات كتير جدا. تمام. هأمرك تاكلي ايه مش عارفة بجد. خلي ميكس. لا مش ميكس. قرن شطة. ايه قصدي الليمون ده بالشطة ومعاهم القرن القرنفل ده كده في نصين. ازاي؟ يلا اتفضلي كل نصها. تمام. خلي المية دي جنبنا. المية علشان تبقى تشرب. خدي شرب. فين بقيت الليمون؟ وبقها كلها تمام. وده اخر تحدي بقى. زي ما قلت لكم تحطوا اللايك والشير والاشتراك في القناه. على فكره انتوا لو وصلتوا لي الفيديو ده 100 لايك هوصل لكم هديه حلوه جدا. ولو عندكم اي فكره ان انا اعملها بردك اكتبوا في التعليقات في الكومنتات. تمام. بس على فكره بردك انا عايزه اعرف حاجه. انت ما قلتليش اعمل ثلاثه توام العرايس. الثلاثه التوام دول شعرهم باللون ايه؟ اكتبوا لي احلى الوان بتحبوها ايه في التعليقات وانا هختار منهم. او ممكن اجيب اكتر من دول بردك واعمل لكم كل الالوان اللي انت عايزاها. تمام.